البرهان يرسل رسائل متعددة من المعاجيل. والفرقة الزرقاء تواصل مناوراتها بشمال الوادي. عشية مواجهة رين في الدوري الأوروبي، فيروس كورونا يصيب 8 لاعبين من توتنهام. إلى نشرة أخبارية مفصلة من قناة الهلال الفضائية، أهلا وسهلا بكم، معكم في أنا صيف العبور السالم. والبداية بالشأن المحلي، حيث دعا الفريق الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة دكتور عبد الله حمدوك إلى المضي قدما لتحقيق شعارات الثورة، مشددا على أنهم في القوات المسلحة يقفون إلى جانبه. هذا وقال اليوم الأربعاء بمعسكر المعاجيل بشندي في ختام فعاليات مشروع أحفاد تهراقة التدريبي الذي امتد على مدار شهرين، أنهم حريصون على إنفاذ الاتفاق الذي أبرم مع رئيس الوزراء وإتمام أهدافه الثلاثة المتمثلة في الاهتمام بمعاش المواطنين وحماية أمنهم وتهيئة البلاد للعملية الانتخابية واستكمال مهام فترة الانتخابات والإيفاء بمستحقات السلام. هذا وأشار إلى أن القوات المسلحة تتابع وترصد ما يدور في الساحة السياسية من أحداث، وهي لا تتهيب إنزال العقوبات على من تسول له نفسه العبث بمقدرات البلاد لتتخذ ضده ما يستحق، موضحا أن الجيش ليس البرهان بل مؤسسة عريقة لها عقيدتها القتالية التي يلتف حولها كل أبنائها، وإذا قضى منهم فردا قام مقامه من يسد مكانه. هذا وأكد أن القوات المسلحة قدمت خلال الأسبوعين الماضيين 15 شهيدا ماضيا بالقول أن هذا ديننا ولن نحيد عنه حتى آخر رجل من رجالنا. أيضا شدد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دجلو على ضرورة توطيد دعائم السلام الاجتماعي والتعايش السلمي بين جميع مكونات منطقة أبيي. هذا ودعا خلال لقائه اليوم رئيس لجنة الإشراف المشتركة لمنطقة أبيي اللواء مهندس محمد علوي كوكو إلى أهمية نشر ثقافة السلام وقبول الآخر ونبذ العنف وخطاب الكراهية. وأكد اللواء محمد علوي كوكو في تصريح صحفي أن اللقاء تطرق إلى القضايا السياسية والأمنية والإدارية لمنطقة أبيي، مشيرا إلى تركيز نائب رئيس مجلس السيادة على عمليتي السلام والأمن في المنطقة وتعاون المكونات المجتمعية فيما بينها، مؤكدا أنهم سيعملون على تنفيذ موجهات النائب على النحو الذي يحقق الاستقرار والسلام الدائم بين جميع الأطراف. هذا وأكد عضو مجلس السيادة الدكتور عبد الباقي عبد القادر اهتمام الدولة بتقديم خدمات طبية متميزة لكافة التخصصات الطبية، وطلب لدى زيارته الميدانية لعدد من مستشفيات ولاية الخرطوم رافقه والي الخرطوم المكلف الأستاذ أحمد عثمان حمزة ومدير عام وزارة الصحة بالولاية. طلب حكومة ولاية الخرطوم بتوفير الاحتياجات الضرورية والأساسية لضمان استمرار الخدمات الطبية حتى لا يتأثر المواطن من فقدان حقه في تلقي العلاج المجاني الذي توفره الدولة. هذا ووجه عبد الباقي بوضع خطة عاجلة لصيانة الأجهزة المعطلة في مستشفى الخرطوم لعلاج الأورام، والعمل على زيادة السعة الاستيعابية للمرضى، والعمل على زيادة الدعم المقدم من الحكومة المركزية لخصوصية الخدمة التي تقدم في مجال علاج الأورام بالكيماوي والإشعاعي، كما وقف على الخطوات الجارية لتركيب عدد من الأجهزة الجديدة. هذا ودعا الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إلى استئناف المفاوضات مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وابتدار لقاء مع رئيس حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور. جاء ذلك في بيان للحزب عقب لقاء من وفد الحزب بالمبعوث الفرنسي الخاص للقرن الأفريقي فيدريك كلافير، حيث استمع المبعوث لوجهة نظر الحزب حول الوضع السياسي الراهن، مؤكدا دعمه
المرحلة الانتقالية وحل مشكلة شرق السودان. هذا وقال الحزب أنه أكد دعمه لرئيس الوزراء في تكوين الحكومة من تكنقراط أكفاء مستقلين بعيدا عن المحاصصات التي أخلت بأهداف الثورة واستقرار الفترة الانتقالية على حد وصف البيان. وأشار إلى أنه أوضح للمبعوث ضرورة لعب دور إيجابي في استئناف علاقات التعاون الاقتصادي بين السودان والاتحاد الأوروبي، وضرورة التواصل والاهتمام برفع القدرات وتهيئة مناخ معافى للتحول الديمقراطي. وفي مبادرة اقتصادية شدد بروفيسور إبراهيم أحمد عنور الأستاذ بجامعة الخرطوم على أهمية الاستقرار السياسي في البلاد لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. هذا وقال في المحاضرة التي نظمتها مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم بالتعاون مع الهيئة النقابية لأساتذة جامعة بكلية الهندسة بعنوان قراءة اقتصادية تنموية مآلات ما بعد 25 من أكتوبر بحضور عدد من الخبراء والباحثين والمختصين. قال إن رفع العقوبات الأمريكية عن السودان كان بداية للدخول إلى العالم من خلال تدفق المساعدات الأجنبية، مبينا أنه سيحقق نموا اقتصاديا لا يقل عن 10% خلال الفترة المقبلة. هذا وكشفت وزارة الزراعة والغابات عن خطتها لمحصول القمح في العروة الشتوية، وذلك باستهدافها زراعة 886 ألف فدان بالولايات العروة الشتوية وفقا لخطتها للموسم الزراعي الشتوي 2021-2022. وشملت الخطة مشروع الجزيرة بمساحة قدرها 400 ألف فدان، هيئة حلفة الجديدة الزراعية 80 ألف فدان، ولاية النيل الأبيض 120 ألف فدان، والولاية الشمالية 149 ألف فدان، وولاية السنار 20 ألف فدان، ومشروع الرهد 30 ألف فدان، وولاية الخرطوم 6 ألف فدان، بالإضافة إلى ولايات دارفور وكردفان 5 ألف فدان. هذا وأكدت الوزارة في تقرير رسمي توفيرها مدخلات الإنتاج بواسطة البنك الزراعي وفروعه بالولايات، منها التجاوي حوالي 38 ألف طن تغطي 72% من الإنتاج، بالإضافة إلى توفير 44 ألف طن سماد داب و88 ألف طن سماد يوريا. هذا وأشار التقرير إلى ضرورة الاهتمام بتدريب المرشدين والمزارعين على تطبيق التقانات للوصول إلى معدلات إنتاج عالية، وذلك عبر تنفيذ المشروع القومي للقمح بالتعاون مع الحقول الإضاحية والمشاريع الرائدة عبر الولايات المستهدفة. أما بشأن سوق الأوراق المالية فقد أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقرا عند 20,063 نقطة، ومقارنة بتداول اليوم مع أمس، وانخفض عدد الأوراق المالية المتداولة كذلك انخفاض عدد الصفقات المنفذة من 161 صفقة إلى 98 صفقة. وشهدت حركة الأسعار في قطاع البنوك وشركات الاستثمار استقرار سعر كل من البنك السعودي السوداني ومصرف المزارع التجاري، وفي قطاع السكوك وصناديق الاستثمار استقرار سعر كل من صندوق البركة الاستثمارية الرابع، وارتفع سعر صندوق الطاقة المتجددة الاستثماري من 500 إلى 510 جنيه. وفي قطاع الشهادات الاستثمارية استقرار سعر 7 إصدارات من جملة 7 من إصدارات شهامة المتداولة لهذا اليوم. إنفاذا لسياسات بنك السودان المركزي للعام 2021 لتطبيق سياسة سعر الصرف المدار، وفي إطار الجهود المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه السوداني، أعلن بنك السودان المركزي عن قيام مزاد النقد الأجنبي رقم 16 في يوم الثلاثاء الموافق 14 من ديسمبر الجاري. سيكون مبلغ المزاد الكلي 50 مليون دولار أمريكي، الحد الأعلى لقيمة الطلب المسموح بتقديمه من كل مصرف كنسبة من حجم المزاد الكلي التي تبلغ نسبته 20%. هذا ويقتصر التقديم للمزاد عبر نظم مزاد النقد الأجنبي بشرط تقديم المستندات والورقة، حين تتمثل شروط دخول مزادات النقد الأجنبي. أكدت منظمة الشفافية السودانية أهمية مؤشر مكافحة الفساد في تهيئة المناخ الداخلي لتلقي الاستثمارات والمساعدات وإعفاء الديون وعلى العلاقات مع المحيطين الإقليمي والدولي.
الدولي وكسب ثقة المواطن السوداني. هذا وقالت المنظمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف غدا الخميس 9 من ديسمبر، ذلك لزيادة الوعي بمخاطر الفساد وأهمية مكافحته ومنعه تحت شعار أن الارتقاء على سلم مؤشر مكافحة الفساد لا يحتاج إلى أي دعم خارجي وإنما إرادة سياسية عليا. ودعت المنظمة الحكومة إلى إكمال وتفعيل مؤسسات الفتاة الانتقالية ذات الصلة بمكافحة الفساد، ومنها البرلمان الانتقالي والمحكمة الدستورية ومجلسي القضاء والنيابة ومجلس الوزراء من الكفاءات المستقلة ولاة الولايات. هذا وبحث أمين عام حكومة الولاية الشمالية حسن تاج الدين عائس خلال لقائه وفد المشاريع المرتبطة بالزراعة والموارد الطبيعية بالولاية والممولة خارجيا سير عمل أنشطتها وبرامجها في مجالات التصدي للتغيرات المناخية واستخدام الطاقة الشمسية في مجال الري بجانب توطين زراعة الأرز الهوائي. وشدد أمين عام الحكومة على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق المشترك لإنفاذ هذه المشاريع، مؤكدا استعداد حكومة الولاية لدعمها بفتح اعتمادات لها عبر المكون المحلي في موازنة العام المالي للعام 2022. هذا وأوضح مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية دكتور عبد الرحيم محمد سيد أحمد أن الاجتماع تناول سير المرحلة الثانية من إكثار تجاوي الأرز السودانية ومرحلة النشر الواسع لطلمبات الري بالطاقة الشمسية، إضافة لمشروع السودان للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية. افتتح وكيل وزارة الثقافة دكتور جراهام عبد القادر ووكيل الإعلام المكلف بوزارة الثقافة والإعلام دكتور نصر الدين أحمد محمد متحف الأثنوغرافيا. وقال دكتور جراهام مخاطبا الافتتاح أن المتحف ظل مغلقا لأكثر من 16 عاما، وهو حقا لكل السودانيين أن يروا المتحف ويشاهدوا ما يعرض من تراث ثقافي. هذا وقال أن من المتاحف القديمة التي بدأت منذ فترة الاستعمار الإنجليزي، حيث بدأ في جامعة الخرطوم وتم نقله لمكانه الموجود به الآن، وتم فيه حصر التراث السوداني بمضامينه المختلفة، داعيا لإحياء المنابر السودانية التي تعبر عن التنوع الثقافي وممارسة الثقافة السودانية. هذا وأضاف أن متحف أثنوغرافيا السودان يعد واحدا من منابر التعبير الثقافي الذي تقدم من خلاله متاحف أثنوغرافيا تعبر عن التنوع الكبير والغني في السودان. ارتفعت حالة الإصابة بكورونا بولاية سنار إلى 80 حالة إصابة مؤكدة في الفترة من الحادي عشر إلى الخامس عشر ومن السابع من ديسمبر إلى 12 من ديسمبر. وأشار مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار عبد الناصر على حسن إلى فتح مراكز الفرز بمستشفى سنجا وسنار وتشغيل مركز العزل بسنار، داعيا المواطنين لإتباع الاحترازات الصحية من تباعد وعدم التجمعات، محاضرا المواطنين من خطورة التجمعات والزحام. هذا وأكدت مواهب قسم الله مدير إدارة الطوارئ والتصدي للأوبئة بوزارة الصحة بسنار أن الحالات المسجلة منها 40 حالة بمحلية سنار و11 حالة بمحلية سنجا و7 حالات بمحلية السوكي و3 حالات بمحلية الدندر و15 حالة بمحلية شرق سنار و3 حالات بمحلية أبو حجار وحالة بمحلية الدالي والمزموم، مشيرة إلى أن هناك 15 حالة وفاة و41 حالة بالعزل المنزلي و13 حالة بمركز العزل الصحي حي بسنار، مؤكدة أن هناك 24 حالة تعافي. ومن جهته شدد محمد حسن البدري مدير تعزيز الصحة بصحة سنار على ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي، داعيا إلى الحد من التجمعات والذهاب لأقرب مؤسسة صحية عند ظهور أي أعراض. أما في شأن الرياضي المحلي، دشنت الفرقة الزرقاء رسميا مناوراتها بمعسكر القاهرة في إطار استعداداتها لدور الكبار الأفريقي تحت قيادة البرتغالي جواو موتا. وأدى الفريق حصة تدريبية بصالة الجمانيزيوم الملحقة بالفندق، كما أدى مرانا عصرا بملعب الفندق، وسيواصل الفريق تدريباته اليومية على نفس النهج. يذكر أن دانيال المدرب المساعد البرتغالي جواو موتا انتظم رسميا في عمله ضمن الطاقم الفني بمعسكر القاهرة.
هذا وتفقدت الأستاذة حنان الحاج حاكم أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة ولاية الخرطوم الوزير المكلف صباح اليوم مدينة كوبر الرياضية، ذلك للوقوف على آخر التطورات والمستجدات في أعمال البناء والتعرف على المشاكل والمعوقات، ورافقها في الزيارة عدد من منسوبي المجلس، وكان في استقبالهم مدير المدينة النور محمد وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي لنادي كوبر، وقام الوفد بطواف على أرجاء المدينة الرياضية. وأكدت الأستاذة حنان على ضرورة الاهتمام بالمنشآت الرياضية وحل كل المعوقات والمشاكل. في الشأن الرياضي العالمي يسعى فريق برشلونة الإسباني لتحقيق معجزة عندما يواجه فريق بايرن ميونخ الليلة في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات بدور أبطال أوروبا لكرة القدم، ويريد البارسا تفادي الخروج من دور المجموعات للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن. على الأرجح يحتاج برشلونة لتحقيق الفوز على بايرن متصدر المجموعة، لأن بنفيكا صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين عن برشلونة هو المرشح الأبرز لتخطي دينامو كييف في مباراته الأخيرة بالمجموعة الخامسة، لكن البايرن تغلب على الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة في الكامب نو في سبتمبر أيلول الماضي، تغلب عليه بثمانية أهداف مقابل هدفين في طريقه نحو التتويج باللقب عام 2020. ويتنافس برشلونة وبنفيكا على مقعد من بين أربع مقاعد متبقية من ثمن النهائي البطولة، وذلك في الجولة الأخيرة التي انطلقت أمس وتنتهي الليلة. أكد الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب نادي توتنهام الإنجليزي إصابة 8 لاعبين و5 من أعضاء طاقم العمل بفيروس كورونا عشية مواجهة رين في دور المؤتمر الأوروبي. كشف كونتي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عبر تقنية الاتصال بالفيديو من المقر التدريبي في لندن عن إصابة 8 لاعبين و5 موظفين، مضيفا أن كل يوم يرتفع عدد المصابين بكوفيد 19 لم تكن نتائجهم إيجابية في اليوم السابق، الوضع ليس جيدا. هذا وتابع الحديث عن كرة القدم، مستحيل، الوضع أغضبني جدا، الحالة خطيرة جدا، هناك الكثير من العدوى، سنستعد للمباراة ضد رين ولكن الأمور صعبة. هذا وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن المباراة ستقام في موعدها المقرر مساء الخميس في لندن، فيما أشار كونتي الذي وصل إلى رأس الجهاز الفني لتوتنهام الشهر الفائت مرة أخرى تثبت إصابة لاعب وموظف آخر مع نهاية الحصة من سيكون غدا. نحن خائفون قليلا الآن لأننا لا نعلم ماذا سيحصل غدا. كشفت مصادر صحفية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رفض تأجيل مباراة السوبر بين الأهلي المصري والرجاء المغربي لتبقى المباراة في موعدها، وهو يوم 22 من ديسمبر في العاصمة القطرية الدوحة. كان الرجاء تقدم في وقت سابق بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي من أجل تأجيل مباراة كأس السوبر الأفريقي، وأوضح الرجاء الأسباب المتعلقة بهذا الطلب وهي تواجد مجموعة من لاعبيه في قطر للمشاركة مع منتخب المغرب في منافسات كأس العرب والتي تنتهي في 18 من ديسمبر، مما يتعذر معه التحاق هؤلاء اللاعبين ببعثة الفريق، إضافة إلى صعوبات السفر بالنظر لوضعية وباء كورونا حاليا. يتمنى أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الأربعاء أن بلاده ستقاطع دبلوماسيا أولمبياد بكين للعام 2022 المرتقب مطلع العام المقبل من خلال الامتناع عن إيفاد أي وزراء لحضور الفعاليات. هذا وقال جونسون في البرلمان ردا على سؤال في هذا الصدد، ستكون هناك فعليا مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوي، مضيفا أن أي من وزراء الحكومة لن يحضر. نهاية هذه النشرة، ونذكركم مشاهدينا بأهم العناوين. البرهان يرسل رسائل متعددة من المعاقيل، والفرقة الزرقاء تواصل مناوراتها بشمال الوادي، عشية مواجهة رين في الدوري الأوروبي، فيروس كورونا يصيب 8 لاعبين من توتنهام.
تابعوا قناة الهلال على وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لحسن متابعتكم مشاهدينا، إلى اللقاء.